أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية التي تسببت في كارثة إنسانية في قطاع غزة، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة. من جانبه ثمن الرئيس الألماني الدور والجهود المصرية بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيدا بدور مصر المهم على وجه الخصوص بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من الوزارات، وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية وفقا للقرار إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل. وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود، موضحا أنه بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية للإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية. أكد وزير المالية أحمد كوجك خلال مؤتمر صحفي أن حزمة التسهيلات الضريبية بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال تعد الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 66,004,852 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق رئيس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 من يوليو الماضي وحتى مساء أمس في جميع محافظات الجمهورية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال استقباله فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا ضرورة مواصلة الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها وإسهاماتها في موازنة الوكالة، خاصة في الوضع الحساس الذي يعيشه الفلسطينيون حاليا، معربا عن دعم الجامعة العربية الكامل لمهمة الأونروا وما تقوم به لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس. رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان دولة جنوب إفريقيا الصديقة استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل رغم الضغوطات التي مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، مؤكدة استعداد فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة مع جنوب إفريقيا ومع بقية الدول التي انضمت للقضية لوقف الإبادة الجماعية وتحقيق المساءلة والعدالة.